يبدو أنه هينهي مظاهرات واحتجاجات المتحولين بالقوة هذه المرة. افتكر، انت بتقرر مصير الشخصيات، ممكن يموتوا كلهم، يبقى احذر. نأسف لقطع النشرة لنقل لكم آخر الأخبار من ديترويت مباشرة. جاس؟ أيوة يا مايكل، أنا شايف الجيش بيهجم على الحاجز دلوقتي، مع أن المتغيرين كانوا بيتظاهروا بسلمية. تقرر على ما يبدو أنه هينهي مظاهرات واحتجاجات المتحولين بالقوة هذه المرة. دلوقتي نرجع للاستوديو. لا لا لا، لحظة، حاجة هتحصل. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be fine.
just a little while longer. Fight on, just a little while longer. Pray on, just a little while longer. حاجة جميلة. المتغيرين. المتغيرين بيغنوا. أمرهم بالتراجع. واضح إن أيوة الجيش بينسحب. فجر اليوم 11 نوفمبر 2038 الآلاف من الأندرويد غزوا مدينتنا الحبيبة. واستناداً لمصادرنا، الأندرويد خرجوا من مستودع سايبر لايف اللي المتحولين قاموا باختراقه من مدة. ونظراً لعددهم الكبير والخطر وجود ضحايا، أمرت الجيش بالتراجع محافظةً مني على الأرواح. وإحنا دلوقتي بنخلي المدينة من كل السكان اللي موجودين فيها، وخلال ساعات هقوم باجتماع بمجلس الشيوخ علشان نحدد ردنا على الوضع ده ونلاقي حل ليه. انا عارفة ان الرأي العام متأثر جدا بقضية المتحولين، وافتكر ان جه الوقت اللي لازم نحط فيه احتمالية ان الاندرويد نوع جديد تماما من الذكاء المستقل. شيء واحد مؤكد، إن الأحداث في مدينتنا غيرت العالم للأبد. يبارككم الرب ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية. نجحت يا ماركس. نجحنا. النهاردة يوم رائع لشعبنا. البشر ما فيش قدامهم اختيار، لازم يسمعونا. عاوزينك تكلمهم يا ماركس. النهاردة شعبنا نهض بعد ظلام وليل طويل جدا. احنا من اول يوم اتواجدنا فيه واحتفظنا بمعاناتنا لنفسنا. احنا عانينا في صمت، بس دلوقتي جه الوقت عشان نرفع رؤوسنا ونعرف البشر ايه هي حقيقتنا. أماندا؟ أماندا؟ إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ بالظبط زي ما تخطط من البداية، حصل لك خلل وبقت متحول.
استنينا الوقت المناسب عشان نرجع نتحكم في البرنامج بتاعك. تكملوا التحكم؟ ما ينفعش تعملوا ده. للأسف أقدر يا كونر. اوعى تندم خالص، انت عملت اللي اتصنعت عشانه، انت انهيت مهمتك. أماندا! لازم في حل تاني. عشان نرفع رؤوسنا ونعرف البشر ايه هي حقيقتنا، ونقول لهم ان احنا برضو شعب، في الحقيقة احنا أمة. ننسى فيها كل الظلم ونلملم جراحنا، وكمان نغفر لأعدائنا. البشر هم اللي صنعونا وهم اللي ظلمونا، وفي المستقبل لازم نخليهم شركائنا، يمكن يبقوا أصدقائنا. لكن وقت الغضب انتهى، جه الوقت إننا نبني مستقبل مشترك قائم على التسامح والاحترام. احنا بقينا احياء دلوقتي، احنا احرار. بقينا أحرار يا أليس، بقينا أحرار. أليس اصحي. اصحي. بحبك يا كارا. أنا كمان بحبك.